تعال والله لوسي يا وحشني يا شيخ. صدقين طول الطريق وانا افكر فيه ومشغل اغاني عبد المجيد. شخبارس شعلومس عسى ما استنكرتي بس بعد التطعيمه. اقول لك شلونك انت طيبه؟ شلون الوالد عسى طيب؟ هذا بابي. بابي ايش تقصدي؟ ما درسناها هذي يعني اقرب لس. بابي يعني ابوي. ها بوس ما شاء الله. انا كنت احسبه بريكنج باد. اتحداك الكشخ البطله طق النظارات والقفل والحركات والكاب والمركات. هلا والله شو اخبارك يا عم؟ عساك طيب عساك مرتاح. الله يحييك. عموما تفضل تفضل الله يهديك تفضل. خذي وراه مائل يمين حاط مفاتيح. اوف 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 مجلسكم كبر بيتنا. عادي انا والعيال نجي نلعب 11-11 كوره. اتحداك المجلس البطل. الحين اذا جاء واحد وجلس هنا واحد جلس هناك في اخر المجلس وبغى يسلفون يدقون على بعض جوال. تفضل 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 يا عم سم. انا استاذن. يا عمري اقصد يا عمري يا لوسي مشتاق لها كثير. تبي اخليها عندكم؟ لا 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 اخاف تفقدس وتبدا تطلع اصوات تزعج عمي. خلكم كلكم. ايوه علمينا من بدري. هذا خوس؟ لا هذا القهوجي. معاد محترميني. انا بروح واخليكم تاخذوا راحتكم. يا بنتي يا ريما الله يهديك. الآدمي هذا ما راح ينفعلك. وليه ما راح ينفعلي؟ كيف حكمت عليه يا بابي؟ يا بنتي لا هو من ثوبنا ولا احنا من ثوبه، وبعدين الولد هذا غير راقي، وانت ما شاء الله عليك راقية ومثقفة وألف نية منك يا بنت الحلال. كفاية غصبتني على ولد عمي فهد دكتور دكتور دكتور، وآخر شيء لا احترمني ولا احترم حبيبتي لوسي وطلقني من ثاني أسبوع. ما راح اتزوج الا عامر. طيب انا معك وبمشي على اختيارك ما في مشكله، ولكن بشرط. قول واعتبرني موافقه. اعطيته وضعيه المحترم ابد الك وش لعبتي. يا سلام عليك. طيب وش قال لك؟ خق معي وقدرني وقال يا قهوجي يا قهوجي. وراك تناظر انت قهوجي؟ اي قال لي انا مو بنت. اوكي الزبده. ويجي القهوجي يقهويني ويجيب القدوع ويحطوني بصدر المجلس. حلو إلى الآن خطتك في الصميم. متى بتخاطبها رسمي؟ بعد دورة التكتيك. دورة التكتيك؟ أنت وجهك بتخاطب ولا بتصير مدرب الهلال؟ يا ابوي وش عرفك أنت؟ هذه دورة يسوونها الكوش قبل الزواج. تكتيك؟ قصدك إتيكيت.